زي ما حضراتكم شفتوا يعني، وزي ما قلنا قبل التقرير ده، في حاجات مش مفهومة كتير، في حاجات كتير محتاجة انها تدرس، ده اذا كان عندنا ناس بتدرس. نكمل مع كرة القدم، ولكن نرجع لأمم أفريقيا. في ملاحظة هنا عاوز أقولها، منتخبات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021 كانت مصر والمغرب وجامبيا والكاميرون وبوركينا فاسو وتونس والسنغال وغينيا الاستوائية. عاوز أقول لحضراتكم إن كل المنتخبات دي اللي كانت في ربع نهائي النسخة اللي فاتت مش موجودة في النسخة الحالية، لأن ربع النهائي هيكون نيجيريا، أنغولا، الكونغو وغينيا ومالي وكوتوفوار وجنوب أفريقيا وكاب دي فيرد. هنا احنا بنرصد الظاهرة إعلاميا، لكن محتاجين لجان التحليل الفني في الكاف تقول لنا ايه اللي حصل للمنتخبات اللي كانت في ربع النهائي النسخة اللي فاتت، وازاي منتخبات صغيرة في تاريخها قدرت توصل للدور ده. في منهم منتخبات ما كانتش موجودة اصلا في البطولة اللي فاتت. الفرق الفني ده حصل ازاي؟ حجم التطور الفني في المنتخبات اللي زي كاب دي فيردي وغيرها نقدر نرصدها بشكل فني ازاي؟ عشان باقي الاتحادات والمنتخبات تستفيد وتشوف ايه اللي بيحصل حواليها. احنا بنتكلم عن بطولة المفاجآت، ويمكن كمان في ردود افعال سريعه لاتحادات كتير بعد خروج من موسم، يعني امم افريقيا دي في ناس كانت متوقع توصل فاينل خارج من الدور الاول، وبعد 24 ساعه كان في اقالات وفي استقالات لمدربين في المنتخبات سواء كبيره او صغيره. يعني تعال نشوف تقرير عن الكلام المنتخبات الكبيره والصغيره اللي خرجت وردود الافعال دي، ونرجع نكمل كلامنا تاني. مقصلة المدربين في كأس أمم إفريقيا كانت قاسية بعد أن تسببت بإقالة واستقالة عدد من المدربين، ولربما سنشهد عدداً أكبر قبل انتهاء البطولة. أول ضحايا إقالات المدربين كان الجزائري عادل عرموش مدرب منتخب تنزانيا، التي كانت يوم 19 من شهر يناير بعد الخسارة أمام المغرب بثلاثية نظيفة. ثاني ضحايا الإقالات في أمم إفريقيا كان المدرب الفرنسي جان لويس جاسكي مدرب منتخب كوتيفوار صاحبة الضيافة، بعد الخسارة الثقيلة أمام غينيا الاستوائية برباعية دون رد في دور المجموعات. أما ثالث ضحايا الإقالات للمدربين كان المدرب جمال بالماضي عقب 24 ساعة على الخروج من كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام موريتانيا في دور المجموعات بهدف دون رد. كما شهد يوم 24 من يناير أيضا إعلان الاتحاد التونسي انتهاء عقد جلال القادري مدرب منتخب تونس بعد التعادل أمام جنوب إفريقيا دون أهداف والخروج من أمم إفريقيا مبكرا في دور المجموعات. فيما كان خامس ضحايا المدربين لأمم إفريقيا الإيرلندي كريس هوتون مدرب منتخب غانا بعد الخروج من دور المجموعات بالتعادل أمام موزمبيق بهدفين لكل منهما. كما تقدم البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب غامبيا باستقالته من منصبه بعد الفشل في تحقيق أي نقطة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية لودع البطولة دون أي نقاط. كما قرر إليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال الرحيل عن منصبه بعد 9 سنوات قضاها في قيادة منتخب أسود التيرانغا بعد وداع بطولة أمم إفريقيا، عادنا القرار أنه يعود إلى أسباب شخصية دون أن يحددها، لكنها لا تزال غير رسمية. زي ما أنتوا شفتوا كده، بطولة أمم أفريقيا مدبحت المدربين المرة دي يعني.